أيضا رؤية أخرى في آل سعود تتكلم عن مخطط لتكميم أفوه واغتيالات خفية داخل الأسرة الحاكمة بطريقة ما أو بأخرى. يعني هذه أيضا إخواني كمان من الرؤى التي تشير إلى وجود اختلاف، ولربما هذه الرؤية تشير إلى أن هذا الاختلاف كبير وعظيم اللي راح يوصل لدرجة تكميم أفواه بأي طريقة من الطرق، فإن لم ينجح لربما وصل إلى حال اختلاف اغتيالات خفية داخل. لما نقول اغتيالات خفية يعني سيكون إعلان إنه الموت طبيعي، ولكن على الحقيقة يكون الموت غير طبيعي نتيجة اغتيال، ونقول والله أعلم. رؤية أخرى تتكلم على إنه أمراء آل سعود يعملون بشكل جدي على استرجاع أموالهم المودعة في بنوك خارج المملكة العربية السعودية وإعادتها وإدخالها حتى تكون بين أيديهم. ولربما هذه الرؤية دلت أو تدل على تخوف من هؤلاء، ونقول دائما والله أعلم، من حدوث حرب على السعودية أو تشترك فيها السعودية. طيب إخواني، هذه الرؤى التي تكلمنا فيها يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة دائما وأبدا. إخواني نكمل الآن قليلا في بيان سورة الملك. كنا تكلمنا عن لفظ الشياطين، ابتدأنا وجعلناها رجوما للشياطين، يعني تكلمنا عن معنى الشياطين، وقلنا أن الشياطين لفظ يتكلم في القرآن بشكل عام إما عن شياطين الإنس أو شياطين الجن. يعني في هذه الآية، في هذه الآية هي تتكلم عن شياطين الجن، ولكن يجوز داخل القرآن أن تكون لفظة الشياطين أيضا تتكلم عن شياطين الإنس. وقلنا أن شياطين الجن تحاول أن تصل إلى أذية الإنسان بأكبر صورة ممكن. قلنا أن الشياطين لوحدها كشيطان لوحده عنده القدرة على الوسواس، وهذا الوسواس إخواني لا يكفي، يريد أكثر من الوسواس، يريد أن يضر الإنسان بصورة أكثر من الوسواس، لذلك يلجأ إلى التحالف مع شياطين من الإنس اللي بنسميهم السحرة. بنسميهم إيش؟ السحر. هلأ حتى يقوم هذا الشيطان من شياطين الجن بالتحالف مع شيطان الإنس، يعرض عليه أمور يقدم له إياها في مقابل أنه شيطان الإنس يقوم بالسير في ركابه والكفر بالله سبحانه وتعالى وقبول أذية باقي الناس. هلا من الأمور التي يعرضها شيطان الجن على شيطان الإنس اللي هو الساحر استراق السمع من السماء. نحن نعلم إخواني أنه كل ما سيحدث في هذه الدنيا مكتوب في اللوح المحفوظ. يعني في حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم عن بدء الخلق، يقول عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن معه شيئا، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل ما هو كائن في السماوات والأرض. يعني خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل ما هو كائن في السماوات والأرض. يعني اللوح المحفوظ اللي هو الذكر، هنا اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل ما سيحدث في السماوات والأرض، حتى إخوان ورقة الشجر التي ستسقط مكتوبة، ستسقط من هذه الشجرة على الأرض مكتوبة في السماوات والأرض، كم نفس سيتنفس الإنسان في حياته مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب كل شيء. هلأ الله سبحانه وتعالى لما كتب الأمور التي ستحدث كنوع من القضاء، يعني مين راح يموت، مين راح يولد، ماذا سيحدث في هذا الأمر من في هذا اليوم من أمور مكتوب في اللوح المحفوظ، ماذا تفعل الملائكة؟ تأتي الملائكة إلى اللوح المحفوظ وبتقوم بكتابة أو بإنزال اليوم المخصوص اللي احنا موجودين فيه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، حتى تقوم الملائكة
بإيش؟ بتنفيذ قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. يعني تبدأ الملائكة تتوزع المهام، فيبدأ ملك يقول مثلا بتوزيع المهام، أنت يا ملك عليك أن تقوم بكذا وكذا، وأنت يا ملك عليك أن تقوم بكذا وكذا. هذا فين إخوان؟ في السماء الدنيا. السماء الدنيا يعني فين؟ يعني طرف السماء الأولى وما بين السماء الدنيا اللي سميناها الكون. الكون أو السماء الدنيا إخواني الشياطين تستطيع أن تعرج فيه، أنها تطلع فيه وتصعد إلى طرف السماء الدنيا. فكانت الشياطين تسترق السمع وبتيجي للسماء الدنيا، وشو بتسوي؟ بتحاول تسمع ماذا تقول الملائكة وماذا ستفعل الملائكة. فإن استمعت وإن تلقت خبر شو بتسوي؟ هم لأنهم بيعرفوا أن الله سبحانه وتعالى جعل السماء الدنيا رجوما للشياطين، شو معناها؟ معناها أنه أي شيطان يريد أن يستلق السماء يلقى بشهاب من نار يقتله. فالشياطين شو سوت؟ صارت تصعد شيطان فوق شيطان، شيطان فوق شيطان، حتى يصلوا إلى عنان السماء. فإن تلقى الشيطان القريب من السماء الأولى الخبر، شو بيسوي؟ بالقيلة اللي تحتيه، واللي تحتيه شو بيسوي؟ بالقيلة اللي تحتيه. عشان إذا أجى الشهاب للي فوق يقتل، شو بكون؟ الخبر نزل للشيطان اللي آخر. أحيانا تستطيع الشياطين استراق السماء، وبنتقل الخبر من الشيطان اللي موجود في طرف السماء الأولى، وفين بنزل؟ للأرض، بوصل الخبر للأرض. هلا الشيطان شو بيفعل بهذا الخبر؟ بروح بيعطيه للساحر، بقول للساحر سيحدث اليوم كذا وكذا. ليه؟ عشان يجي الساحر يستخدم هذا الخبر، يستخدم هذا الخبر وبيخلطه بمئة كذبة، وبيخلطه بمئة كذبة من أخبار الدنيا، بيخلطهم مع بعضهم وبنشر هذه الأخبار كلها في هذه الدنيا. فالناس تترقب ما يقول الساحر، فبيحدث هذا الأمر، فتصدقوا في إيش؟ في باقي الكذبات اللي هو كذبها، بقولوا هاي اللي قالوا هذا الإنسان حدث، فنحن سنصدق في باقي الأمور. فيكون هذا أسلوب من أساليب الشيطان حتى تفتن الناس، تفتن الناس في هذا الأمر. فهذا أخواني اسمه استراق السمع اللي بتكون فيه الشياطين. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناها للسماء الدنيا رجوما للشياطين. كل شيطان يحاول أن يسترق السمع شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يلقي بشهاب فيقتله، ولكن كما قلنا أحيانا يعني يهرب خبر من السماء الدنيا إلى الأرض عبر هؤلاء الشياطين. طبعا هلا قد يسأل إنسان، وكيف يرجم شيطان بشهاب من نار وهو مخلوق من نار؟ فنقول يعني لا بأس من أن تعذب الشياطين بالنار، ما في مشكلة، مع أن الشياطين مخلوقة من نار ولكن قد تعذب في النار، كما قد يعذب الإنسان اللي هو مخلوق من طين بإيش؟ بالحجارة أو بالطين. يعني إذا إحنا ألقينا حجر من طين على إنسان، هل سيعذبه ولا ما راح يعذبه؟ بيعذبه. فلا بأس أن يعذب أو يحرق هذا الشيطان بشهاب من نار. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الشياطين تقوم بعمل أي شيء قد يوصلها لأذية الإنسان. فهؤلاء الشياطين إخوان الله سبحانه وتعالى علمنا إبليس ومن يتبعه، الشيطان اللي هو إبليس عدو فاتخذوه عدو. كمان نقطة إخواني نريد أن نتكلم فيها في معنى الشيطان. قلنا عند الشيطان إنه من طال شره، من طال شره وتعدى. هون نضيف ونذكر إنه الشيطان يكون قبل ما يكون شيطان يكون مبلس أو إبليس، كما هو حال إبليس اللي احنا بنعرفه باسم إبليس. إبليس بعد ما كان إبليس شو صار؟ صار شيطان. شو الفرق بين إبليس أو الإبلاس كفعل وما بين الشيطان كشيطني كعمل؟ ما الفرق بين الإبلاس وما بين الشيطني؟ هذا السؤال. وأنا الإبلاس من الفعل بلس، كما نقول فلس. فلس شو معناها؟ معناها انتهى ماله. ولما نقول بلس شو انتهى؟ انتهى أمله بالله عز وجل. شو يعني انتهى أمله بالله؟ يعني اعتقد انه ما في له رحمة من الله. هلا اعتقاده انه ما فيش له رحمة في الله من الله،
هل هذا بيعني انه فعليا فيش عليه رحمة هلا حاليا من الله؟ يعني نأتي نسأل سؤال، إبليس حاليا، إبليس لعنة الله عليه مطرود من رحمة الله، عليه اللعنة مطرود من الرحمة، ولكن نسأل يعني حاليا هو يحيا برحمة الله ولا بقدرته؟ ونقول هو يحيا برحمة الله مع انه مطرود. شو يعني؟ يعني سيطرد من رحمة الله، ما في له رحمة طالما انه هو مصر على ايش؟ على هذا الكفر اللي هو موجود. شو؟ ولربما اخوان هذا المبلس ان تعلق بالله الله سبحانه وتعالى قبله. يعني هناك بعض الآثار التي تشير على انه ابليس اللعين يسأل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إن كان في له توبة ولا لا، بسأله قل له موسى يا موسى اسأل الله إن كان لي توبة. فسيدنا موسى وهو كليم الله يسأل الله عن إبليس ويقول إنه إبليس يسأل إن كان له توبة، فيأتي الجواب أي نعم له توبة ولكن بشرط أن يسجد لقبر آدم، يعني هذا الشرط اللي موجود. فيقول سيدنا موسى لإبليس إنه الجواب كان إنه نعم في لك توبة بشرط السجود لقبر آدم، فيقول إبليس لم أسجد له حيا فأسجد له ميتا وبرفض السجود. هذا أثر إخواني. فالإبلاس الإبلاس هو الاعتقاد، الإبلاس هو الاعتقاد إنه إحنا ما في لنا رحمة، ولكن طالما أنك تعتقد وطالما أنك تفكر وطالما أنك تشعر فإنما أنت تفعل ما تفعل برحمة الله عز وجل، لأنه كل شيء نفعله بإيش؟ برحمة الله. كلامنا، فكرنا، ظننا، حتى معصيتنا لله. لما أنت بدك تعصي الله شو بتحتاج؟ بتحتاج أن يمدك الله سبحانه وتعالى برحمة وقوة حتى أنك تقوم بأذيته أو بمعصيته. يقول سبحانه وتعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذا المبلس هو الذي يعتقد أنه إيش؟ ما في له رحمة من الله. نقول هذا المبلس إن بدأ بالقيام بأعمال تؤذي غيره، تؤذي غيره، يتحول من مبلس لإيش؟ لشيطان، يصبح شيطان كما فعل إبليس. إخواني الله سبحانه وتعالى يقول لما طلب الله سبحانه وتعالى من آدم، من إبليس أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، شو قال؟ إن الملائكة سجدت ولكن يقول سبحانه وتعالى إلا إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني هون قال إلا إبليس ليه؟ لأنه عدم سجود إبليس لآدم مضرتها إنما تعود على مين؟ على إبليس نفسه، فلا زال هون مبلس من رحمة الله. لأنه لما ابتدأ إبليس بالوسواس لآدم وحواء داخل الجنة حتى أنهم يأكلوا من الشجرة، وفعلا وقع آدم وحواء في المعصية، وقع آدم وحواء في المعصية وأكلوا من الشجرة، شبوه سبحانه وتعالى فأزلهما مين؟ ما قال إبليس فأزلهما إبليس، شو قال؟ فأزلهما الشيطان. يعني إبليس اللي كان مبلس من رحمة الله لما نجح في إغواء آدم وحواء أنهم يأكلوا من الشجرة، شو صار؟ صار شيطان، لأنه ضرره تعدى نفسه وأصبح من ضرره واقع على مين؟ على الشيطان. فنقول إخوان الشياطين طالما أن الله سبحانه وتعالى يقول شيطان، يقول شيطان، فمعناه هذا الشيطان مش بس أنه يعتقد أنه هو ما في له رحمة من الله، هذه الصفة الأولانية. الصفة الثانية المهمة يقوم على العمل على أذية الآخرين. هذول صفتين مهمتين حتى نفهمهم لا الشياطين. ونقول أيضا إخواني إحنا بني آدم الله سبحانه وتعالى قلنا في إلنا ثلاث عناصر رئيسية في الخلق اللي هي الجسد والنفس والروح، ولكن يعني في حديث ببين لنا منه صلى الله عليه وسلم إنه كل إنسان يولد، كل إنسان يولد يقارن له قرين، يأتي شيطان يطعنه ويقوم بالدخول داخل جسده. هذا شو بنسميه؟ هذا الشيطان قرين. فالقرين إخواني، القرين هذا اللي بدنا نكون عارفينه، القرين شيطان. شو القرين؟ مش جان، هو جان ولكن صفته إيش؟ أنه شيطان. شو يعني؟ يعني هذا الشيطان
جان يعتقد انه لا رحمه له من عند الله، وشو ماله يعمل على الاذيه، يعني بده يوسوس لهذا الانسان باقصى الدرجات حتى يجعله يعصي الله سبحانه وتعالى. وفي المقارنه اخواني شوفوا من رحمه الله عز وجل، طالما انه الله سبحانه وتعالى اعطاك شيطان واحد، شو بيعطيك في المقابل؟ 10 من الملائكه، هذه من رحمه الله، حتى هم يدلوك على الخير ويحفظوك، هذه رحمه الله. فان قرن لك سبحانه وتعالى قرين واحد من الجان، شو بيمشي معك؟ 10 من الملائكه الصالحه. فاحنا لما نقول انسان واحد، انسان واحد، شو هذا الانسان؟ جسد، نفس، روح، قرين من الجان، وعشرة من الملائكة، 10 من الملائكة. وهناك بعض الأحاديث التي تشير عن موقع الملائكة العشرة اللي موجودين عند الإنسان، منهم ما نعلم 2 على كتفين، 2 على شفتين، 2 على حاجبين، 1 من أمامه، 1 من خلفه، 1 على بلعومه، هدول 9 والعاشر يعني لا أذكر أين مكانه، ولكن هم 10 من الملائكة يقوم بمرافقة هذا الإنسان ودله على الخير وتحفيزه لفعل الخير ومحاولة يعني تبيان له أن وسواس الشيطان هو الشر وأن لا يفعله، وأن تحفظه بكل صورة ممكنة. وحفظ الملائكة العشرة للإنسان في صغره أكثر من فين؟ من كبره. نحن نقول الصغار دائما معهم حارس لهم الملائكة اللي بيحفظوا، فهدول إخواني 10 الملائكة. ونذكر إخواني هذه رحمة الله. فمثلا في حديث الرسول، شوفوا رحمة الله، في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. ليه؟ لأنه رمضان ضعفه ب10، شو بيصير؟ 10 أشهر. وست ضعفها ب10 شو بتصير في عندك؟ 60، يعني شو صاروا؟ 360 يوم، اللي هو كأنك صايم السنة كلها، كأنك صايم كل السنة. فهذه رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا أنت فعلت حسنة شو بيسوي لك إياها سبحانه وتعالى؟ بيكتب لك إياها 10، وإذا أنت فعلت سيئة شو بيكتب لك إياها؟ سيئة واحدة. وكذلك أيضا في تقسيم المرافقين، أعطاك شيطان لو قريب من الجان شو بيعطيك؟ 10 من الملائكة الحافظة. أخواني سأكتفي بهذا المقدار، وأدعو الله سبحانه وتعالى وأقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوزع لك هدول الله بعينك، كل واحد يأخذ مجموعة يوزعها إن شاء الله في ميزان حسنات. خذ هاي هدول، وزعهم كلهم على اللي بتحب. الله يكرمك يبارك وعمرك، اعطيه وزعه، الله يكرمكم ان شاء الله.